بالنسبه لك انا نصلح لعب كره ومن طبيعه الحال كون عطيني هاد الفورمه نضرب بها شي عامين اخرى. بغيت نسولك واش نصلح لعب كره ولا لا؟ لا صراحه. سلام انترنت، مرحبا بكم معنا في مارس دور 2018 هنا في دوزيام ليفينمون اللي كيكرم الابطال الرياضيين والرياضيات المغاربه في كره وفي مختلف الرياضات. غادي نمشيو نتلاقاو مع لي نومينين، نكتشفوا شكون اللي يربح وحتى لي زانفيتي. خليكم معنا وتفرجوا في الفيديو. ومعنا سي عزيز بودربالة، مرحبا بك معنا اليوم. لا كلاس، باش عجبتيني اليوم كي ديما. معنا سي مصطفى الحداوي، مرحبا بك معنا في مارس دور. اهلا وسهلا، شكرا شكرا. صافا الحمد لله كلشي بخير. شوف بطبيعة الحال تشكراتنا الحارة لراديو مارس، بطبيعة الحال لقناة دوزيام. بادرة نبيلة جدا، الفرح كبير، شرف لينا بأن نكونوا مجموعين مع الإخوان كلهم، لأن تنتلاقاو في مباريات. اخر مره في تورناج في التيران ديال البارسا، بغيت نسولك واش نصلح نلعب كره ولا لا؟ لا صراحه. مازال فيك لي لعب كره؟ تمشي تلعب معاهم في روسيا انت؟ شنقول لك، يمكن في البلاصه بلا ما تجري نعطي باسات مزيانين. باقي اللمسه ياك؟ باقي اللمسه بالاكستيريور. معنا سوفيا البقالي، البطل المغربي في 300 متر. سوفيا البقالي صافا لاباس؟ صافا الله يحفظك. بغيت نسولك اول حاجه، واش كتوقع بلي راك انت غادي تربح؟ كنتمنى انني اللي غنربح، لان صراحه معايا منافسين اللي هما حتى هما قالوا الكلمه ديالهم، ماشي غير انا، واللي فاز بنا وكان الاجدر يستاهل الجائزه. انت كدور كدور ماشي ساتورنا دورك كدور. تي سي فخر الدين راجحين وما لا يعرفون. لو سيغلون فريخ. برافو ياك، نجحت. اخبارك انا بعدا فاش كنبغيت على المورال كنجبد لي زانتيرفيو ديالك في انترنيت وكنبقى نشوف، كيعجبوني بزاف. شكرا لك، شرفتينا بالحضور اليوم. هذا شرف لي انا الاول، وسعيد ان نكون مع الرياضيين هنا، ولا سيما مع اون راديو اللي عطاتنا واحد ان بو بلوس دي سبوس سبورتيف. معايا واحد صاحبي ديما كنتلاقى معاه في ليتيغ نقاش. مرحبا مرحبا. صافا لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، الله يحفظك. بارك شحال ديما تلاقينا؟ وقال لي تبان لي من راه السوبر كوب. من راه السوبر كوب. وي بنتي لي فرحان ياك ما رابح اليوم. واش نقول لك، الحمد لله احنا ديما رابحين. انت اللي شام ريحه الربح، فرحان من دابا ياك ما قالوا لك راك ربحتي. بالنسبه لي ماشي شام الريحه ديال الربح، ولاني كنشوف النتائج ديال سنه 2017 اللي دازت ان شاء الله كلها مميزه ليا. صراحه كانت ميداليه في بطوله العالم وعدات ملتقيات دوليه كبيره ان شاء الله. راديو مارس يمكن نقدر نقول لك على انه نظم نسخه الاولين، يمكن دابا الان غادي كيجتهد اكثر. ومعنا زكريا غفولي، مغني المغربي. ما انت كويري، ما انت مدرب، شنو كدير معنا هنا؟ انا اليوم فرحان حيت استدعاني القناه الثانيه باش نغني حبينو. دونك انت غادي تغني؟ صافي اسمح لي اخويا ظلمتك. ما لعبش كره. وانا فرحان اني في هذا الحفل الرياضي مع مارس دور، وانني غنغني. عمرك فكرتي تلعب كره؟ كنت في الصغر كنلعب شويه كره مع الدراري. دابا فين البوست كنت كتلعب؟ وقيلا الهجوم واقيلا. ومعنا سلمى رشيد، مرحبا بك معنا في الحفل ديال مارس دور 2018. ميرسي، شكرا بزاف. شنو جيتي ديري اليوم؟ بون، جيت كمشاركه ضمن فئه احسن لاعبه في المنتخب المغربي. بون الناس اكيد ما تيقوش. المنتخب ديال التنس؟ ديال الكره، ديال الكره. اذا ربحتي غتعرض عليه؟ ضروري. مرحبا. فين تعرض عليه؟ افران افران، اجي البرد. الوداد حققت انجازات، حققت البطوله، حققت الشامبيونز ليغ، حققت لا سوبر كوب. بيني وبينك واقيلا الوداد راهي اللي ربحت. بطبيعه الحال الربح الكبير ديالنا هو اننا فرحنا المغاربه في جميع التظاهرات اللي متناهم. I look forward to this event tonight. I don't know very much about it, but I will be honored to give a trophy to the best coach. I don't know who he is, but we'll see. السلام عليكم سي واد، واش صافا؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير. موجود بغيت نغير نسولك، واش سولتي في ذاك الجول ديال البركان؟ فين هو فيهم؟ روم لا الماتش ديال التكريم؟ لا راه بخير، بحاله جيده الحمد لله. صافي بحاله جيده. مرحبا بك معنا اليوم في مارس دور.
الله يبارك فيك و شوي تري كونطون انني اسيستي لا سواري ديال مارس دور. بغيت نسولك شنو هو الجديد ديالك؟ واش غادي تدخل ميدان التدريب ولا شنو غادي دير؟ بطبيعه الحال فانا الدومين ديالي هو كره القدم، ما يمكنش نمشي شي دومين اخر ما تنعرفش فيه. فانا لحد الساعه الحمد لله انا تندوز الدبلومات ديالي تنقرا وداك الشيء، والحمد لله انا فتحي مع راديو مارس. قول لي من جيتي اليوم؟ جيت بوحدي سو انفيت. كنتي تعرض لشي واحد اصاحبي يجي؟ بيان سور غنلقاو لي كوليك هنايا ديالنا. بان لك انا نصلح لعب كره. بطبيعه الحال كون عطيني هاد الفورمه نضرب بها شي عامين اخرى. معنا السعويطه ومرحبا بك معنا في ماكس دور 2018. اهلا وسهلا. تبارك الله عليك، بدا انا كنشوفك كنتفكر الفرحه ديال الالعاب الاولمبيه والانجازات اللي حققتي للمغرب. فكنتمنى ان شاء الله نشوفوا ابطال اخرين كذلك باش اولادك ان شاء الله يتفكروهم ان شاء الله. معنا سي سعد نصيري، مرحبا بك معنا اليوم ماكس دور 2018. اهلا وسهلا، مرحبا بالمستمعين الكره معنا. قولك انت جيتي اليوم ممثل ديال الوداد اللي تقدر تربح في كاتيجوري ماكس بيرفورمانس، واش بالنسبه ليك كاين الرباح؟ شنو شي اخبار؟ حتى الساعه انا مهما في راسي ما نعاود، الا كان شي رباح اهلا وسهلا، ما كانش حنا خصنا نجتهدوا باش نربحوا السنه المقبله ان شاء الله. Monsieur Ludovic Joly, ancien joueur de Monaco, Lyon, FC Barcelone, bienvenue. Merci à vous de m'accueillir, de passer une bonne soirée, un bon gala, donc tout se passe bien, on est très content d'être ici. Avec moi Alexandre Ruiz, présentateur animateur au BN Sport, bienvenue au Mars d'Or 2018. Merci de m'accueillir. La première fois que je t'ai rencontré aujourd'hui dans les locaux de Radio Mars, je suis fan de toi, ça m'a fait énormément plaisir de te rencontrer. On partage la même passion, hein, donc si on peut la transmettre et la vivre ensemble, pour moi c'est parfait. Si on fait une chose, moi je te remplace à BeIN Sport et toi tu viens bosser à Radio Mars. Allez, moi viens bosser au Maroc, je prends. Hein. C'est bon. Deal. Que pensez-vous de cet événement, Mars d'Or? Bah c'est bien, c'est important pour le Maroc, c'est important pour les joueurs d'avoir un prix, c'est toujours... bien pour une carrière et pour un joueur de pouvoir être élu par ses pairs. Donc voilà, donc aujourd'hui je remets un prix. Donc voilà, d'habitude je suis assis, à l'époque j'étais assis pour attendre. Et là c'est l'inverse, donc c'est une première pour moi, donc je suis content. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Merci à vous. نقول لك واحد السر، الوالده ديالي كتعرف جوج مدربين، بدو الزكي ومحمد فاخر، هما اللي كتعرف. كنظن اون في نوتخ طون بوتيتر يا نوفيل جينيراسيون كي اريف اي دو تري بون زونترينور جيسبيغ كي فون الي لو بلو لوان بوسيبل. شنو بالنسبه لي كتمثل المناسبه ديال ماكس دور الراي ديالك فيها؟ وهذا واحد الحفل سنوي اللي اعتادنا ان ديروا راديو مارس، مشكوره جزيل الشكر. شي لعابه جداد جايين كتدوي فيهم كتقلب عليهم؟ ما خصش انا دابا غير ياشر السي البنزرتي وانا غادي اللي قال لك تجيبو تجيب ما كاينش بدون ما تلقاش محسن من ماشي ما نلقاش محسن من البنزرتي ولا محسن من اللعابه اللي غنلقى ان اللي حتمت علينا الظرفيه حنا مستعدين لها. Did you enjoy in Morocco? I have seen Casablanca for two days now and I like it. It's very very nice. Nice people, nice weather, nice city. معايا يوسف السفري، مرحبا بك معنا في مارس دور. مرحبا بك، مرحبا بإخوان الكرام مشاهدين ومستمعين ديال راديو ماس. انا كنشوفك كنتفكر الصغر و2004 والتحياح وماتشات المنتخب. الحمد لله هذا فضل من عند الله. ومعنا سي جمال السلامي المدرب الوطني، مرحبا بك معنا في ماكس دور 2018. مرحبا بنا جميعا عندك. اليوم انت مترشح باش تفوز بجائزه احسن مدرب لسنه 2017، واش عندك احساس ديال الفوز؟ شنو كتسنى؟ شنو كتوقع؟ بالنسبه لي اولا الترشح ديالي مع حسين عموته، مع وليد الركراكي، مع سي محمد بكاري، فهذو كلهم اصدقاء ديالي اللي توج غنكون فرحان ان شاء الله. بغينا نعرفوا يوسف السفري فين غابر، فين وصل في عالم ديال الكره، شنو داير في حياته؟ الحمد لله فالامور بخير وعلى خير، فدائما تنكمل لي ديبلوم ديال التدريب ديالي في لانجلتير. اسمح لينا غنديرونجيوك واحد شويه سي فخر الدين. انت كدور كدور ماشي ساتورنا دورك كدور. تي سي كي فخر الدين رشحي والله يعرفك. لو شغلون فريخ. برافو ياك نجحت. اخبارك انا بعدا فاش كنبغي يطلع لي المورال كنجبد لي زانترفيو ديالك في انترنيت وكنبقى نشوف، كيعجبوني بزاف. فين خبرتي؟ موجود والله الا موجود.
سعداء ايضا بالتواجد هنا في هذه الاحتفاليه. علاش هو ما جاش؟ ناصر طبعا ما جا لظروف خاصه جدا. سولك دابا وحدين كيدير الرياضه ديال الرالي ياك وكيدير الرمايه رمايه السهام. ايوا كيدير شي رياضه واحده اخرى. لا ما شاء الله هو معروف بالسوبرمان. قادرين صافا خويا مرحبا لاباس عليك الحمد لله. ما كتبش اليوم ربح؟ ايوا الكره هذه ماشي مشكل ياك الله يحفظك. باقي جاي لي ماكس دوغ جاي الله ان شاء الله نتمنى بالون دوغ جاي. لماذا علاش لا؟ فين وصلتي وانتوما؟ دابا عندنا غير بريباراسيون مع ليكيب اولمبيك. يحصل على كرة القدم. كرة القدم عمر ما لعبها ولا لعبها في نادي السد اللي كان يدرب الحسن عموته ومن اللاعبين الجيدين كان في مرحلة الشباب بعدين استهوت رياضة الراليات. لي زامي كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم. حاولت نقربكم من لومبيون جينيرال ديال ماكس دور 2018. ما ننساش نوصيكم ديروا لي لايك تخليو لنا لي كومونتير ديالكم ولي بارطاج حتى هما. نتلاقاو قريبا في بزاف ديال لي فيديو جايين حتى هما قريبا. السلام عليكم.